Hallo, einen schönen Tag. Heute sprechen wir über Alltagssituationen. هنتكلم النهاردة عن المواقف اليومية الأولى ثانوي. أوكي؟ درس مهم جدا. هنشرح شوية معاني في الأول وبعد كده نبدأ نحل ونشوف نفسنا بنحل إزاي. الأول المعاني المهمة جدا في السيتواسيونين في السيتويشن المواقف دي. عندنا أول حاجة كلمة مينجي أو جيفيشت يعني وزن. بنسأل عنها بفي فيلد. كلمة برايز يعني سعر. نقول أورو أو بفوند، ونخلي بالنا من كلمة أورو يعني يورو، بفوند يعني جنيه، وكلمة بفوند ليها معنيين، يا إما جنيه يا إما رطل اللي هو زي الكيلو. طيب وفونش يعني أمنية، واحد بيتمنى حاجة، دايما فيرب مشتم متعلق بيها يعني عايز. طيب كلمة زخي يعني شيء، زخي يعني شيء، بنسأل عنها فاس اللي هي وات، لأن الأشياء دايما بنسأل عنها بإيه؟ وات. طيب كلمة بيلي جونج يعني حاجة عجباني، بس حسين بنقول معاها كلمة جيرد أو جوت، يعني الحاجة دي جوت كويسة، أو جيرد يعني بسرور أنا عايز الحاجة دي. تسوشتمونج يعني الحاجة دي أنا موافق عليها أوريدي. بنقول كلمة ناتورليش طبيعي، أو كلمة أين فريشتاندن، مش بين أين فريشتاندن يعني أنا موافق. طيب عندنا أورت يعني مكان، متوقف معاه دايما بسأل عنه فو، تمام بسأل عنه فو، وفي الإجابة يا إما إن يا إما إن، وهنشوفها في الأسئلة بتبقى عامل ازاي. البلينجس اسم يعني الاكل المفضل بالنسبه لي، طبعا فلايش فيش مش دول بس الاكل المفضل، يعني اقول لك كلمه البلينجس اسم معناها ان الاكل الايه المفضل بالنسبه لك. كلمه البلينجس جترينك يعني المشروب المفضل، فاسر ميه، زفت عصير، تي، واي مشروب. لما سالت عن المشروب المفضل ما ينفعش طبعا تقول اكل، تقول اي حاجه بتتشرب. فراينجون اوكي، نقول هنا ايه فرنايجون ناين ني مش تايم فيش طالب حاجه انت رافضها، فبتقوم اي ناين يعني لا اني برضه بترفض زي نيشت كده. نيشت اين فرشتاندن او كلمه مش موافق، اين فرشتاندن موافق، نيشت اين فرشتاندن مش موافق. شمكن شمكن تيست اللي هو يتذوق الاكل، فبنلاقي بقى دايما اوبست فلايش حاجه اكل، لان الفيرب ده ان هو الفيرب متعلق دايما بالاكل. فيرب جفالن